عقد رئيس الوزراء باهيم بادكي البير اجتماعا مع بعض أعضاء الحكومة والفنيين المانحين القائمين على متابعة الدخل المالي لخزينة الدولة، وذلك لمعرفة الحالة المتعلقة بالدخل في شهر أغسطس وإيجاد حلول للصعوبات المالية في الفترة المقبلة. الزميل حسن درموط وتفاصيل هذا الاجتماع. رئيس الحكومة فاهيمي فتاكي البير أخذ اجتماعا مع بعض أعضاء الحكومة والفنيين الماليين القائمين بمتابعة الدخل المالي إلى خزينة الدولة في ظل الحالة المالية والاقتصادية في تشاد. أن هذا الاجتماع أخذ من أجل أن يتعرف رئيس الوزراء على الحالة المتعلقة بالدخل، واتضح أنه في شهر أغسطس الأمور كانت متحسنة نوعا ما، ولكن أن هناك بعض المصالح الحكومية تجد بعض الصعوبات. ومن هذا المنطلق رئيس الوزراء أعطى توجيهات وأوامر لبذل المزيد من المجهودات من أجل تحسين الحالة الاقتصادية في البلاد وزيادة الإيرادات من أجل تغطية الاحتياجات الأساسية للدولة، وطلب من الفنيين بوزارة المالية العمل من أجل إعداد ميزانية عام 2018. وأقبل الاجتماع أمينة الدولة بوزارة المالية والميزانية بنات شالي تو تحدثت أن أهم ما جاء في هذا الاجتماع. أيامنا شبنا كده رسد ده كله كده الحمد لله. الأوبجكتيف حنا شهر 8 في سنة 2017 ده الحمد لله الأوبجكتيف ده حصل. كان نشوله في كلية بس دوان وما رسيت أدمستراتيف ده عنده مصوبات لسه ما مرقنا راسنا ما مرقنا من علمي في مكان ده. ونشير إلى أن الاجتماع الذي يأخذه رئيس الحكومة مع الفنيين لبحث الوضع المالي في وقت لآخر يسهم بشكل متواصل في تحسين الوضع المالي والاقتصادي للدولة. قدم صباح اليوم وزير التأهيل المهني آدم دنجاي ناكور قدم حديثا صحفيا حول الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى دولة تونس يرافقه أمين الدولة في التعليم العالي. نستمع إلى الوزير آدم دنجاي ناكور. في تونس وقت حضرنا في الفورم الأوتوريتي التونسيين شرفوا للدلغاسون تشاديان ونخلنا في شيء بخصة فورماسيون حنا الشباب والشيء بخصة خاصة وزارة حنا الفورماسيون بروفيسيونيل القاعدين او نيفو دي لا كوبيراسيون سود سود. ملما ده بيجي لنا فرصة أننا كل حاجينا في شيء بخصنا في ناحية ده وسريا بعد النقاش أكدوا لنا يقول يسود جهد أنا ملل بالصيدو كل البلدان الهيدرو في الاتمادة. في نهاية الدلغاسون هنا التشاد دان لدومين هنا الفورماسون بروفيسيونيل ذكرونا بقولوا أكور وايت سيني عن بين التشاد وتونس في سنة 2012 دان لكادر الكوميسيون ميكس تشادو تونيزيان دا في أكور دا حج في نقطة هنا الفورماسون بروفيسيونيل. وعلى كل حال ممكن أكون لحسن 5 سنين بقول في فرصة الحصل لمينا فوق ده بنظم كيف الاكتيفيتي هنا الكوميسيون ميكس ده يبدا في الوقت قصير وفي الكادر ده يناقش في النقطة بخصوص الفورماسيون بروفيسيونيل على حسب قدرتهم بيساعدوا للبلدنا التشاد. في المدمة ده شيء الزيادة حجينا فوق ده شيء بخص الشباب أفريقي والشباب وخاصة في عندما بلدان الهيدرة في الاتمادة. وأخيرا أنتين زيارة للزميلي عن الفورماسيون بروفيسيونيل السيد إيمت حمامي وفي ده نقاشنا مو كيف أنوو بيلاترال كان لو كان قدم صباح اليوم رئيس حزب الوفاق الوطني محمد نور مستبشر بيانا صحفيا بمناسبة حلول العام الدراسي 2017-2018 وجه خلاله بعض المقترحات من شأنها تقديم حلول لرفع مستوى التعليم في تشاد. جزء من هذا الحديث.
حزب الشعب تلفت نظر الحكومة بخصوص الرسوم المرتفعة في التسجيل وخاصة في المدارس الأهلية التي لا تراعي الأزمة الاقتصادية للبلاد. توظيف المدرسين ذوي الخبرة في التعليم. إلقاء اللجنة الوطنية للتحويل والتغيير التسمى كونام. توقيف التصاري التي تعطى للمدرسين من أجل مواصلة الدراسة. تنظيم تأسيس المدارس الأهلية والرسوم فيها. ضرورة تأمين الطلبة في المدارس لأن التأمين يضمن حقوق التلميذ في حالة تضرره وحالة حدوث أي شيء لن يكلف أهالي التلميذ شيئا. حزبنا حزب الوفاق الوطني الشعبي كونابو يرفض بشدة التدخلات الخارجية التي تؤدي إلى زعزعة أمن البلاد من أي بلد كان.